في فلسطين. ينضم إلينا عبر سكايب من القدس المحتلة الدكتور منير نسيبة، خبير القانون الدولي الإنساني. دكتور منير، تحياتي لحضرتك ومرحبا بك. أهلا أهلا، حياك الله. كيف تنظر إلى أهمية الدعوة التي أقامتها جنوب إفريقيا، وكيف تنظر إلى أهمية هذه المنصة، وكيف تنظر إلى قدرات الأفراد على تحقيق إدانة إسرائيل؟ نعم، سنفرق بين هاتين الدعوتين. نعم، جنوب إفريقيا رفعت دعوة ضد الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية، وهي المحكمة التي يمكن أن تتحاكم فيها دولة ضد دولة. وهنالك في هذه الأيام القادمة، غدا وبعد غد، ستكون هنالك مداولات أمام 17 قاضيا في هذه المحكمة، ال 15 قاضي الأصليين وقاضي اختاره الاحتلال الإسرائيلي وقاضي اختارته جنوب أفريقيا. ستكون هنالك مداولات، سيعرض يوم الخميس، ستعرض جنوب أفريقيا حججها وإثباتاتها ومطالبها، سيعرض الاحتلال الإسرائيلي يوم الجمعة حججه أمام هذه الهيئة. من المتوقع في الفترة القريبة أن تصدر هذه المحكمة كما طلبت جنوب أفريقيا أمرا احترازيا بوقف جميع أعمال الإبادة الجماعية التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي، ربما بوقف إطلاق النار، بوقف التهجير القسري في قطاع غزة، وبإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف إلى سكان قطاع غزة. هذا ما نتوقعه فعلا من هذه الإجراءات الاحترازية. أما على المدى البعيد فهذه القضية ستستمر، تحتاج إلى الكثير من الدعم العربي وغير العربي لجنوب أفريقيا حتى تستمر هذه الدعوة، وحتى تصدر بعد عدة سنوات المحكمة قرارا نهائيا. بعد عدة سنوات دكتور منير، بعد عدة سنوات الأمر الاحترازي بعد شهر ربما، أي يعني سيكون قريبا جدا بإذن الله. أما القرار النهائي فسيكون بعد عدة سنوات، ولكن ما نركز عليه اليوم هو الأمر الاحترازي، وهو مهم جدا، لأن في كل يوم نضغط فيه على الاحتلال الإسرائيلي لوقف شلال الدم، لوقف لحقن الدماء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، هذا مهم جدا، ونحتاج إلى كل دقيقة فعلا نستطيع من خلالها أن نعمل لوقف هذه الإبادة. هذا الأمر سيكون خلال شهر، وبالتالي هذه هي أهمية هذه القضية. ليس بالضرورة القرار النهائي مع أهميته، طبعا هو مهم جدا، ولكن الأهم من ذلك هو الأوامر والطلبات الاحترازية التي طلبتها جنوب أفريقيا في الفترة القريبة القادمة. ولذلك أنا أدعو فعلا جميع الدول العربية إلى الانضمام إلى جنوب أفريقيا ومساندتها في هذه القضية. هذه قضية مهمة جدا، ستحقن دماء الشعب الفلسطيني، وعلى المدى البعيد سيكون لها أثر مهم على القضية الفلسطينية برمتها. إذا كان هنالك وصمة على الاحتلال الإسرائيلي بأنه فعلا ارتكب الإبادة الجماعية، فإن هذا سيكون له تداعيات قوية، ليس فقط على ما يحدث في قطاع غزة اليوم وهو الأهم والأكثر حاجة وإلحاحا بالنسبة لنا، ولكن أيضا على القضية الفلسطينية برمتها، وسيكون ربما إجراء إضافيا لحماية الشعب الفلسطيني. هذا بالنسبة لمحكمة العدل. فيما يتعلق بالمنصة، وخاصة أنه المنصة ربما يعني تكون فرصة جيدة لإدانة الاحتلال، والأهم للتفاعل العربي والفلسطيني، خاصة بمقاطع الفيديو وبالصور وبالمذكرات، كيف يمكن تفعيل ذلك؟ نعم، هذه المنصة مهمة جدا. المنصة مرتبطة بمحكمة الجنايات الدولية وليس محكمة العدل الدولية. نعم. محكمة الجنايات الدولية هي محكمة مختصة بمحاكمة الأفراد على جرائم يتهمون بها، إما جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية. حسب هذه المحكمة يقوم المدعي العام للمحكمة بناء على أدلة موجودة لديه بتقديم لوائح اتهام ضد متهمين بهذه الجرائم بأسمائهم الشخصية، يعني ليس أمام الدول ولكن أمام الأفراد. ولكن طبعا قبل أن يقوم بتقديم هذه اللوائح، المدعي العام بحاجة إلى الأدلة والبراهين التي كانت ولا تزال المنظمات الحقوقية المختلفة تقدمها لمكتب المدعي العام منذ سنوات على فكرة، وليس فقط منذ هذا العدوان على قطاع غزة، تقدمها إلى مكتب المدعي العام.
الآن يستطيع أيضا الأفراد العاديين أن يقدموا معلومات للمحكمة. هذه المنصة تفتح لهؤلاء الأفراد فعلا أن يتفاعلوا مع المحكمة، أن يقدموا أدلة وبراهين، أن يقدموا صورا وفيديوهات. طبعا يعني يجب ربما التنبيه إلى أن الفيديوهات يفضل أن تكون فيها اللوكيشن، الموقع، يعني هنالك حاجة، لأن دائما سيكون هنالك انتقاد على الفيديو أو الصورة من أي شخص أن يقول أن هذه مفبركة. هنالك برامج، هنالك برنامج اسمه آي ويتنس، يستطيع الشخص أن يعني ينزله على هاتفه النقال، يمكن من خلاله أن يوثق الشخص أحداثا تحصل أمام عينيه في لحظة معينة. ولكن إذا قام شخص باتخاذ صور، بأخذ صور أو فيديوهات، فيجب عليه أن يفتح خاصية الموقع، لأن الهواتف في هذه الأيام تخزن أيضا الموقع واللحظة، وهذا مهم جدا، متى أخذت هذه الصورة وأين. ولكن في حالة لم يكن هذا الأمر موجودا، هذا لا يعني أن الصور والفيديوهات تصبح غير ذات أهمية. يستطيع أيضا الشخص أن يقدم الفيديو ويقدم شهادات منه بأنه هو من كان موجودا في تلك اللحظة، وهو من تصور هذا الفيديو أو هذه الصورة، وأنه يشهد أن ما في هذه الصور حقيقة. بالتالي المدعي العام يستطيع أن يستخدم جميع أشكال الإثبات والقرائن الموجودة. طب دكتور منير، لأنه الصوت بيتقطع، ربما يكون هذا تساؤلي الأخير لحضرتك. من كل هذه الجهود القانونية، هل يمكن أن يتسنى تحقيق وقف لإطلاق النار بصورة فورية أو بصورة دائمة، أو حتى تحقيق هدنة جديدة مؤقتة؟ وكيف يمكن ملاحقة إسرائيل عن ذلك، لأنه ربما قطاع غزة يحتاج إلى الكثير لإعادة بنائه من جديد، من ناحية الوقت ومن ناحية الأموال؟ نعم، لا شك أن هذه الجهود القانونية لها مساهمة كبيرة. أنا أعلم أن الاحتلال الإسرائيلي يخاف الآن بالتحديد وعلى الأخص من محكمة العدل الدولية ومن الدعوة الجنوب أفريقية، وهو قرر فعلا أن يدافع عن نفسه أمام جنوب أفريقيا في هذه المحكمة، لأنه يخاف أن تدينه المحكمة كدولة بجريمة الإبادة الجماعية. إذا حصل هذا، سيكون منوطا بالدول المختلفة أن تحشد الضغط الكافي لتطبيق أوامر المحكمة. فإذا قررت المحكمة بمثلا إدخال المساعدات الإنسانية، وقف التهجير القسري، وقف إطلاق النار، ولم يمتثل الاحتلال الإسرائيلي إلى هذه القرارات، فسيكون من المهم أن يعني أن يكون هنالك نشاط دبلوماسي عربي قوي جدا بالاستناد إلى قرار المحكمة مع جميع دول العالم، بأن من يساند الاحتلال الإسرائيلي في هذه اللحظة ومن لا يقف ضده فهو متواطئ في جريمة الإبادة الجماعية، وبالتالي مسؤول أيضا قانونيا عن ذلك. هذا الأمر ممكن، ولكنه يحتاج إلى نشاط دبلوماسي قوي وتخطيط استراتيجي أيضا قوي. يعني النشاط الدبلوماسي، القانون الدولي لا يطبق نفسه بنفسه، هو يحتاج إلى نشاطات دول نشيطة وذات فاعلية لتطبيقه، وهذا ما نحتاجه الآن. بالتالي ندعو جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي، وكل دولة تريد وقف شلال الدم في قطاع غزة وحقن الدماء وعدم تصفية القضية الفلسطينية، بأن تتدخل بكل ما أوتيت من قوة دبلوماسية للحشد ولإجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقف هذا العدوان وعلى وقف هذه الإبادة الجماعية التي لا زال يرتكبها منذ 7 أكتوبر حتى اليوم في قطاع غزة. صحيح. معنا عبر سكايب من القدس المحتلة دكتور منير نسيبة، أستاذ القانون الدولي الإنساني. شكرا جزيلا لحضرتك. وهكذا